توحيد العملة لأن ما توحدش العملة، لأن الدينار التونسي ب 7000 جزائرية ما توحدش، لأن ما يساعدش. والجزائر دولة مصنعة، دولة منتجة، وإحنا ما عندنا حتى حاجة. أربعة سياحة وكاهو ما نجموش نعملوها، أما نجموا نعملوا سوق حرة، تبادل ما بين بطاقة تعريف ما بيناتهم، نجموا نسهلوا برشا ماموريات في الطريق، في متعطلات في الجمارك، في التوانسة اللي مشاو للجزائر جايب سلعة يعرضوه في اثنين يفكوا هيلو وياخذوا عليه الأتاوة اللي في الديوانة في الجزائر كيف تمريض في الكياس. نجموا نعملوا برشا حلول ونعملوا وسيلة عيش. الجزائر كبيرة 58 ولاية، معناها من بنزرت البنقردان قد عنابة جزائر العاصمة، وتفضل 70 كيلومتر. نجموا توانسة يخرجوا يخدموا الخباز غادي، يخدموا المقروض، يخدموا الشامبات، يخدموا الحداد، يخدموا النجارة. جزائر كبيرة وفيها الخدمة، نجموا يخدموا. أما شنو هي سياسة الدولة؟ أنت عاطيه باسبور تقول له ما تخرج من تونس من عمرك 35 سنة، ما علاش عاطيه الباسبور متعدمه؟ ما تعطيهوش باسبورهم المهم، وخليه يقول لهم ممنوع عليك باش تسافر. عمره 35 سنة ماشي في المستقبل تقول له ما تسافرش، حرق قلت له ما تحرقش. شنو عطيته خدمة؟ الجيعان ما عندوش، القهوة ما ثماش، السكر ما ثماش، يروح يقوم وتبكي باش طيب الفطور ما ثماش ماكلة، الخبز شد عليه الصف. شنو ينتظر من الحياة في دولة تونسية؟ وتقول أنت دولة تونسية. دي ناس كنا نضحك قبل يقول لك والله كي أثيوبي، أثيوبيا ثالثة في أفريقيا تو في التنمية. بالله ينتبه له في الشعب التونسي الفوسفات، كنا 30 في العالم وهم تو في تونس. اخذت تحكي على الدراسه، الدوله الوحيده اللي في العالم التلميذ نتاعها مطيش في الشارع هي الدوله التونسيه. انت تدور كصحافي تدور في الشارع تريد مفخر صغار اللي تطلب في تونس اكثر من العباد الكبار. وين منظمه الطفوله وين حقوق الطفوله وزاره المراه وزاره الاسره؟ ينطرا يفيقين على روحهم مش قاعد يصير ومش فايقين. اخو البلاتوات وتلفزه واجتماعات وفلوس يعملوا بها فواياجات وقهوه وطاوله واربع باب الزمان. الدوله الوحيده اللي في العالم التلميذ يطيشوهم من المدرسه. في فرنسا يصرف متصنع يعطوه الدولة تكلف له يكري له دار يسكن وحده، يستقيم يعطوه الحرية الشخصية وحده. احنا في تونس حتى 30 سنة ابوه وامه مازالوا يشراوا عليه. شنو تنتظر من الشعب هذا؟ شنو تنتظر منه؟ هذا اللي خارج تو يروح يقوم الصباح ما يلقاش قهوته، ما يلقاش حق دخانه، ما يلقاش مكلته، ما يلقاش فطوره، يخرج يخدم ما يلقاش بطال، يبدا يقف يقول له صايب الحيط برا روح، الاخر يسبوا منه، الاخر يسبوا منه، الاخر يسبوا امه، شنو تحب يحرق يرجعوه؟ قال ولادي رجعه باش يسافر باسبور يمشي لليبيا يخدم ما يخلوهوش، باش يمشي للجزائر يخدم ما يخلوهوش، ماشي للمغرب كيف ماشي. معناها هذه سياسة تاع دولة غالطة. سياسة كاملة غالطة اخويا. تحب تصلح فيها؟ ثم ناس أهل الحكم، ثم ناس أهل المسؤوليات، ثم ناس أهل الاختصاص، ثم ناس تفهم شنو هي الحياة في تونس وشنو المطلوب من الشعب التونسي. تغيير كل القانون اللي يخدموا به توا القديم على وفاه، توا لازم قانون جديد ودنيا أخرى وناس أخرى عالم آخر، ويشوفوها الصغار هذايا يرجعوه حتى التعليم يرجعوه. أنت عيط لواحد صغير توا عيط له في الشارع، عيط له قول له خليه يقرا لي سورة الإخلاص، خليه سورة الحمد لله ما يعرفش يقرا. قول له غني لي بلطي ولا بومرلي ولا سمارة توا يغني لك. كلها غلطه. معلومه تبني فهمني الاستاذ عمر عطيني منحة المشقه من الفلوس ياخذها نتاع سنين، قال عطيني منحة التباشير نتاع سنين تباشير. يدي في بالك الدوله اللي في التونسيه في بالك الدوله والوزير في باله ولا ما بالوش؟ الاتحاد اللي يخرج عايد في باله ولا ما بالوش؟ لان الاستاذ يقري بالسيف ثلاثة ما تقلاش عنده دوبلك. تعرف هذه اقل التلميذ يقرا ب 100000 وتيت، معناها يقري في 20 صغير فهمتني ولا لابس الزملين ياخذ الزملين شهريا 4 ملايين، وقال لك مش مزازيتني. عنده ثلاثة أربعة ديار وزوج ثلاثة كراب وحبس ديغور. راهي منظومة غلطة يا معلم، ارحم والديك، راهي الدنيا غلطة. كيفاش أستاذ ما يخرجش عنده تلميذ يدوبلو في لوتيت؟ كيفاش أستاذ يخرج يقرف؟ ديفا شنو هي منحة المشقة نتاع شنو هي المشقة اللي ياخذ فيها؟ شنو هي ما يخلص ولا مش يخلص؟ شنو هي منحة المشقة اللي ياخذ فيها؟ منحة التباشير اللي ياخذ فيها نتاع شنو هي التباشير؟ أخذت قرية تلميذ قريب بصبعك ما باش تكتب له بالتباشير. شنو أعطيني منحة العنف؟ أنا عنف. أنت احترم الأستاذ وقت ولا عيط للتلميذ يقول له أعطيني السيجارو. تسميه أستاذ أنت؟ الاستاذ يعيط للتلميذ يقعد معاه ياخذ عنده السيجار ويتكيف هو ياخذ السيجار، وهذا تسميه استاذ انت؟ تسميه تعليم؟ المدير وينه؟ المتفقد العام وينه؟ وين هي ترى المؤسسه نتاع التربويه وين من اصلها الجمله؟ انت عندك ذري تو متربيه في الشارع تو نتاع تونس؟ اعطيني مساج، اعطيني تلميذه متربيه في الشارع وتعرف تقرا اخرج قدام الليسيات تفرج المناظر قدام الليسيات الاخرى، مو كان نظام في الليسيات، وين الامن في الليسيات؟ النظام العام في الليسيات؟ مشيت تونس هي وفيها 30 كان يحميها. شكرا.